متابعي القناة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ما تنسيوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم كل الاخبار الجديدة والحصرية. الحقيقة اليوم جانا خبر خايب برشا على مغني الراب كافون اللي تعرض منذ قليل الجلطة على مستوى الدماغ، ونشر كافون تدوين على صفحته الرسمية انستغرام قال فيها انه تعرض الجلطة لكن حالته الصحية مستقرة الان ولا خطر عليها، وهو الان في مساحة خاصة وسط العاصمة. وللإشارة فإن كافون كان قد خضع لعملية جراحية تم على إثرها بتر الجزء السفلي من قدمه اللي هي كعب الساق، وذلك بسبب مرض نادر يتمثل في ضيق عروق قدمه مما لا يسمح بمرور الدم. احنا زادة نتمنيه الشفاء العاجل لكافون، ربي يشفيه ويعافيه ويلطف به، إن شاء الله يقوم لاباس ويرجع لعائلته سالم يا رب.